انما قبل طبعا ما نبتدي كلامنا عن اي حاجه زي ما حضراتكم متعودين، تعالوا نطلع نشوف مع بعض تقرير عملناه عن البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا خلال الاسبوع اللي فات ونرجع على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين التاريخ والرعب والترجمات الأدبية والروايات والتنمية البشرية. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً الترجمة الأدبية مقدمة العاصفة للكاتب جيم بوتشر وهي ترجمة حسن السيد، ويحكي فيها الكاتب عن جريمة قتل تم ارتكابها بواسطة السحر الأسود، واستعانت الشرطة بشخصية هاري البطل للمشاورة بشأن حل الجريمة وتتوالى الأحداث. بعد ذلك ومن أبرز كتب التنمية البشرية كتاب الخروج عن النص من جديد للدكتور محمد طه، والذي يناقش صعوبات عن النفس البشرية وتحدياتها وضرورة وقوف الإنسان مع نفسه لتحديد اختياراته. تأتي بعد ذلك رواية نوح للكاتبة سلمى سامح شمس الدين، وتعتبر إحدى الروايات الرومانسية التي تحكي عن الحب الأول لبطلة الرواية وهي الكاتبة. تقع الكاتبة في حب أول الرجال في حياتها والذي يدعى نوح، ثم تذهب لطبيب نفسي ينصحها بكتابة رواية عن قصتها لترى المشهد من وجهة نظر القارئ. لم تخلو القائمة من التجارب الذاتية، فجاء كتاب الدحيح ما وراء الكواليس للكاتب طاهر المعتز بالله الذي يحكي فيه عن كواليس برنامج الدحيح، ويعتبر هذا الكتاب متصدر في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً مرات متتالية. من الكتب التي كانت في صدارة القائمة أيضاً رواية حكاية جديدة للأندلس للكاتب سراج منير، تناقش الرواية فكرة شغلت أفكار الحالمين والفلاسفة، هي فكرة تغيير التاريخ وذلك في مزج بين الخيال العلمي والتاريخ الأندلسي. فيها يقوم البطل وهو طبيب بمحاولة إنقاذ الأندلس عبر تغيير تفصيلة محورية في تاريخها وتتوالى الأحداث. ولمحبي كتب الرعب تصدرت القائمة أيضاً رواية أقصى من الموت للكاتب محمد عصمت، والتي تدور حول مشاعر الخوف من الفقد التي أحياناً قد تكون أقصى من الموت. اختتمت القائمة بأحد الكتب التاريخية الهامة رواية أولاد ناس للكاتبة ريم بسيوني. تتكون الرواية من ثلاثة أجزاء مطبوعة داخل كتاب واحد، تحكي جميعها على سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاؤون وحتى الغزو العثماني لمصر.